هو الكودات طبعا هي تقريبا صار لها فوق السنة، فتحنا من باب تحديث وكذا، احنا حكينا بيها اكثر من مرة. موضوع الكودات هو اللي دي قصده انه هاي المدة كلها ليش ما تعينت، هو هذا مو موضوع استمارة. هو من دي يقول الكود من راحت للجامعة وقالوا لها انه هذا الكود استمارة، هاي مو استمارة، هذا مجرد كود بيوزر نيم وباسورد يساعد حتى دخوله للاستمارة من تنفتح مال التعيينات. طيب. فهي انه نقول مثلا من باب انه أيست وقالت ماكو بعد كذا وكذا صارت محاضرة. طيب. موضوع المحاضرين حسب قانون الأمن الغذائي انهم كلهم تحولوا عقود، حولوا 315، يعني مشمولة هسه من ضمن ال 315. ما تقدر تطلع من ال 315 بعد ما بعد. تقدر إذا هي شملت بعد القرار 315، يعني يصبح الدراسة. تقاطع وظيفي بالموضوع. طبعا طبعا هو أكيد هسه بعد هو حسب هسه ما بين لنا المعلومة إنه هي من قام بالتقاطع الوظيفي رجعت فتحت الكود مالتها، وإنه هو طلع لها إنه هي عندها تقاطع وظيفي أو لا. يعني هسه إذا تفتح الكود مالتها شنو يطلع؟ إذا بي تقاطع وظيفي إنه هي مسجلة محاضرة أو كذا، إنه هي موجودة بالديوان الرقابة، فهنا مستبعدة. يعني تحولت 300 اذا بشمولة ب 300. اي بس دولة يعني ست اطياف دولة، يعني ما راح يكون لهم حل. يعني هو ايس او هي ايست حيثبتون هم تحولوا القرار 315 عقود، فهم اول تالي مشمولين بالتثبيت. طيب موضوع الاداريين هو نص عليه اصلا من القانون الامن الغذائي، موضوع المحاضرين قراء المقاييس الاداريين كلهم راح يتم تحويلهم 315. زين شنو الفرق بين 315 وبين الاوائل واصحاب الشهادات العليا؟ الاوائل وحملة الشهادات دول لهم حق انه يقدمون على الاستماره، الباقيين ما لهم حق يقدمون على الاستماره، لان هي اصلا الاستماره ما تنفتح اذا ما عنده كود. الاستماره ما تنفتح اذا ما عنده كود. اذا ما عنده كود اللي ما عنده كود شو يسوي؟ موضوع الكودات شوف، هو احنا لاحظنا خلال هاي الفتره كلها وخلال تواجدي بالمجلس يعني اكو اهمال يعني كلش كبير من جانب هو المتخرج الطلبه، يعني بحيث احنا خلصنا التقاطع وكذا، فاكثر من حاله تجينا انه اني كودي منفعل، انه اني ما ادري، انه اني هسه يلا عرفت، تجي تفتح الكود هاي هو يتحمل المسؤوليه.